عبد الرقيب عبد الوهاب أحد أبناء ذبحان، خلده التاريخ كبطل من أبطال السبعين يوما. عبد الرقيب عبد الوهاب بطل بحجم الوطن وعلى أعلى مقاييس البطولة، ولا يذكر حصار السبعين يوما إلا وذكر، ولا تذكر أي انتفاضة أو ثورة إلا وتصدر قائمة الثوار. هو من مواليد عام 1943. الوالد كان يملك محل خياطة في مدينة التربة، طبعاً هو عاش في هذا المنزل، هذا المنزل حق الجد، هو كان عبد الوهاب خلق فيه. طبعاً عمر 9 سنوات هو عاش هنا، بعد 9 سنوات ذهب إلى عدن. الأخ درس في المعلامة بداية حياته يعني، وكان يرتقي الكلمات وغيره الخطابات على يد الأستاذ عبد الواقي مقبل غانم، وبعدين انتقل في فترة من الفترات إلى عدن، ممكن عمره 9 سنوات، فدرس في مدرسة الأحرار اللي كان رشاها النعمان والزبيري في هذه الفترة. فبداية ثورة سبتمبر أعلنوا في 62، فالتحق بالحرس الوطني، وبعدين توجه إلى بعد دخل الكلية الحربية لمدة سنة، كانت الدراسة سنة واحدة للكلية الحربية، ثم التحق بال يعني في قوات الصاعقة المصرية، فالتحق في قوات المظلات كالقفز الأولي في خارج صنعاء، ثم عين قائد لمدرسة الصاعقة. فعندما تخرجت أول دفعة في الصاعقة تعين قائد قوات الصاعقة قائد بعد المدرسة لأيام الحصار السبعين اللي كان في 69 وغيره 67، عين رئيس لهيئة الأركان وقائد القوات الصاعقة. رفض أن يتخلي عن منصب قائد قوات الصاعقة لأنه كان رجل ميداني وليس إداري. صمد حين هرب الجبناء من الضباط الكبار ليواجه أكبر ترسانة إمامية لإجهاض ثورة 6 سبتمبر المجيدة، حين تحلى بإرادة لا تقهر وعزيمة لا تلين. بعد انتصار فك الحصار على صنعاء، فعادوا الضباط الهاربين إلى صنعاء يريدون يقودوا الجيش ويقودوا البلاد، فكان اعتراض عبد الرقيب عبد الوهاب المفروض هذا نقدمه إلى محاكمة عسكرية لأنهم خانوا البلاد، وتم التآمر على عبد الرقيب عبد الوهاب في بيت علي سيف الخولاني على أساس أنه بيلتقي بالمجلس الجمهوري، ولكنه أخلى بيته وتم التآمر وقتله في بيت علي سيف الخولاني، وهكذا شرد جميع الضباط الوطنيين. عبد الرقيب عبد الوهاب عندما استشهد حاولوا التمثيل في جثته في ميدان التحرير، إلا أن الشيخ المناضل أحمد علي المطري رفض هذا وكسر جنبيته بالقبليان على أساس أنه هذا اللي حمى صنعاء، وأنتم الآن بتمثلوا بتسحبوا، لولا ما كانت جمهورية. والشيخ مجاهد أبو شوارب وقاموا بنقله إلى مقبرة خزيمة. هلا بعد عبد الوهاب لو يحكموا بالإعدام، هلا لو يحكموا بالإعدام ويقطعوا راسي ويشربوا الدم.